السلام عليكم، صحة عيدكم. اليوم إن شاء الله نواصل الدرس الرابع من المقطع من المقطع الأول، الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية. كنت في السابق قمت بالدرس الأول والثاني والثالث، اليوم إن شاء الله نواصل مع الدرس الرابع. الدرس الرابع اللي يتعلق بمقارنة وترتيب الأعداد العشرية. قبل ما نمشيو نباشروا في الدرس تاعنا جديد، نمشيو نحاولوا نحلوا التحدي اللي كان عندنا في السابق، اللي هو حول تعليم عدد عشري على نسب مستقيم مدرج. نمشيو نشوفوا التمرين تاعنا ونحاولوا نحلوه مع بعض باش تشوفوا اذا كان عندكم صحيح ولا لا. لاحظ معايا، هنا عطاونا، قالوا لنا في التمرين قراءة فواصل النقاط A B C D E. هنا كل نقطة راها عندها موقع معين اللي هو الفاصل. قلنا فاصل النقطة هي موقع النقطة، معناتها فوقاش راها واقفة هاد الحرف، هذا فوقاش راها واقف. معناتها هنا بالنسبة لموقع A، هنا كنجي نشوفو الموقع A راه في الموقف في الرقم ولا في العدد واحد، معناتها فاصلة A هي واحد. بالنسبة نمشيو نعاود بالنسبة ل E، نمشيو للسهل عاود نمشيو لهذوك اللي فيهم الاعداد العشري. بالنسبه ل او موقعها راه في 7، معناتها فاصله النقطه او هي 7. معناتها هنا دروك نكتب الحل، عندنا فواصل النقط، فواصل النقط هنا دروك هادو اعتمادا على القراءه، يعني الرسم راه مرسوم راني نقراه. نمشيو دروك نشوفو بالنسبة ل A، هاي موقع A اللي هي فاصلة A هي واحد، A واحد. بالنسبة ل E هي موقع E ولا فاصلة E هي 7. نمشيو دروك ل البي، البي دروك كيش نقرا لهاد هنا دروك راه عندنا هنا في بي راها في الموقع تاعها اين هو، راه عندنا هي هادي شحال تحركت هادي البي، كنجي نشوفو التحرك تاعها شحال تحركت 1 سنتيمتر، راني راسم الرسم مكبرو باش يظهر لكم مليح. تحركت 1 سنتيمتر، تحركت 1 سنتيمتر هذه، ونزيد وتحركت إضافة إلى 1 سنتيمتر تحركت شحال من مليمتر، 1 2 3، معناتها تحركت عاود 3 تاع المليمترات ضافتهم هذه في التحرك تاعها. معناتها تحركت 1 سنتيمتر هو 3 مليمترات. هذيك الوا قلنا بلي وا هي فاصلة، وا نقراوها كما فاصلة خاطر عبارة عن جزء، الجزء تاع السنتيمتر هو المليمتر. معنتها هذا الوقت هنا كي نجيو نكتبو 1 سنتيمتر اللي هي 1 فاصلة اللي هي وا 3 مليمتر، نكتب ب هي 1.3. نمشيو ل سي، نروحو لسي، سي نشوفوها عاود بنفس الطريقة، هاي سهلة. هيا لاحظ معايا، تحركت 6، هاي لي 6، وزادت مليمتر واحد، زادت غير مليمتر واحد فوق 6، معناتها جينا 6 سنتيمتر و اللي هي فاصلة شحال زادت من الجزء من مليمتر، زادت سي واحد، معناتها فاصل واحد. هاك تشوفو كي سهلة ما فيها حتى صعوبة. نروح عاود لدي الأخيرة، دي هاي دي هنا شحال تحركت اثناني، تحركت اثناني هاي اللي وصلت حتى اثناني، وزاد الخطر التحرك يكون في هذا الاتجاه، هاي تحرك. هيا لاحظ معي، هي تحركت اثناني وضافت على الاثناني شحال من جزء، ضافت 9 الاجزاء. هاي لاحظ معي نحسبهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، زادت 9 تاع المليمترات تحركتهم. خاطر كان تزيد مليمتر اخر صاي تكمل تولي في 3. هي بصح ما وصلتش عند فاصل 9 حبست. معناتها هنا جينا اثناني
واو اللي هي فاصلة، وتسعة تاع المليمترات معناتها فاصل تسعة. ها هذا شيء سهل، ما في حتى صعوبة. هذا فيما يخص أولا. نروحوا لثانيا. ثانيا قالوا لنا تعليم النقط، تعليم النقط ولا النقطتان، تعليم النقطتان. عندنا اف و ال، اي لاحظ معي اف هي 4.3، ربعة هاي دي ربعة، ونزيدوا لها و 3 تاع المليمترات، 1 2 3. معناتها هذه هي، هذه هي النقطة اللي نسميها اف. معناتها اف توقف فوق هذه، وهنا نكتب 4.3. نروح عاود ال، ال هي 0. الموقع تحول فاصلة تحول 0.5. الصفر أين هو؟ ها هو ده الصفر، ونزيدو له 5 تاع المليمترات. معنتها هنا 1 2 3 4 5. هنا هذه هي، هذه هي النقطة اللي نسميها ال. هذه النقطة اللي نسميها ال ذات الفاصلة اللي هي 0.5، اختار 0 سنتيمات، و5 تاع الأجزاء اللي هما المليمترات. لاحظتوا معايا، هذا هو التمرين، هذا هو الحل تاع التمرين تاع التحدي. راه تمرين سهل ما فيه حتى صعوبة، غير عاودوا له بشوية بشوية وتقبضوها إن شاء الله، ماشي حاجة اللي تصعب عليكم. نزيدو نواصلو بالنسبة للدرس الجديد تاعنا، اللي هو مقارنة وترتيب عددان، ترتيب الأعداد العشري. هنا نبدو بالأول اللي هو مقارنة عددان عشري. مقارنة عددان عشري، مقارنة عددان عشريان. عندنا في المقارنة عندنا أكبر وأصغر وتساوي، أكبر أصغر وتساوي. اختار، يقدر يكون كبير عليه، يقدر يكون صغير عليه، يقدر يكون يساوي. احنا عندنا المشكلة في هذا، في الرمز أكبر وأصغر، عدد كبير من التلاميذ تاعنا ما يعرفش الرمز كيش يوضعه. هو الفكرة تاعو تكون صحيحة والحل تاعو يكون صحيح، كي يجي يوضع الرمز تتلف، يبقى يقول نوضع في هاد الجهة ولا نوضع في هاد الجهة، لخاطر ما عندوش حاجة يستند عليها، ما عندوش فكرة ولا مفتاح يعتمد عليه. معناتها هنا يبقى كلي تايه في الرمز، اذا يحطو بهذه الطريقة ولا بطريقة اخرى. بعض الاحيان النقاط يروحوا له في باطل بلا سبة، يروحوا للنقاط. لاحظ معايا الرمز هذا، نحاولوا دروك نفهمه. شوف معايا باش نعطيكم المفتاح تاعو، صايم اليوم ما نزيدوش كامل تدعي لكم. شوف معايا هذا الرمز يشبه العين، صح ولا لا؟ يشبه العين، هاي كل عين، هاي يشبه العينين، ها كل عين. العين واش تشوف؟ واش تشوف؟ تشوف الحاجة الكبيرة، تشوف الشيء الكبير هو اللي تشوفه مليح، واللي صغير ما تشوفوش مليح. معناتها هاد العين تشوف الأكبر، تشوف العدد الأكبر، ولا الشيء الكبير هو اللي تشوفه، الأكبر هو اللي تشوفه، والأصغر من بعد تشوف، تشوف الكبير عاود تشوف الصغير. معناتها تبدي بالكبير. معناتها في هذه الحالة تو كان كنجي نشوف هذه نطبقها على هذه. معناتها هنا نحط هاي، ثم ما توضعوا لهمش العينين، ها بس هنا نحط لكم هذا كمفتاح باش تفهموا. هنا معناتها في هذه الحالة هذا يكون عندي هنا عدد كبير، وهنا يكون عندي عدد صغير، هنا يكون عندي عدد، هنا هاي العين تشوف العدد الكبير، هنا عدد كبير، وهنا عدد صغير. لاحظتوا معايا الفكرة؟ نمشيو دروك نقوموا بالمقارنة. هيا شو معايا، نمشيو نقارنوا الأعداد دروك، نمشيو نخدموهم ونتعلموا مع بعض. بالنسبة كان نمشي للعدد طبيعي كمثال 9، ولا نحط 9 و8، ما هو العدد الكبير؟ هو 9. معناتها هذاك الرمز يشوف لمن؟ يشوف 9، ها يشوف في 9. معناتها حنا نوضعوه بلا هذا العين، هذه نحطها في الرمز، هاي ديك الزاوية
معناتها تشوف العدد الكبير. نشوف دروك الاعداد العشرية، لاحظ معي خطر عندنا حالتين في مقارنه العددين العشريين، عندنا حالتين. الحاله الاولى عندنا كمثال يكون عندي 2.1 ونرفد 1.5. لاحظ معي انا دروك هذيك هذيك دروك باش نفهمها، لاحظ معايا هنا باش تفهموا كي طريقه تاع المقارنه. هنا في القاعده واش يقول لك؟ يقول لك اذا كان الجزءان الصحيحان مختلفان فان العدد الاكبر هو الذي يحمل اكبر جزء صحيح. معناتها هنا معناتها كي نرفد هنا هذا هو الجزء الصحيح، هذا الجزء الصحيح. معناتها هنا 2.1 مختلفين، معناتها اللي عنده الجزء الصحيح كبير هو الكبير. معناتها 2.1 اكبر من 1.5. انا بصح ما نحبش هذه القاعده، نحاول نفهمها واش هي هذه. هذه كان نجي نقراها كما اللي خدمت الدرس السابق. معناتها هذه واش تمثل؟ تمثل لي 2.1 سنتيمتر، معناتها 2 سنتيمتر فاصل 1 ملليمتر غير، معناتها 2.1 ملليمتر صغير. شوف معايا، وبالنسبة لواحد فاصل خمسة هذه وهذه هي هذه، وهذه واش تمثل؟ تمثل 1 سنتيمتر وخمسة تاع المليمترات صغار، معناتها 1 2 3 4 5. هنا هي بالتقريبا باش تشوفوا هذه. شوفوها من معايا، لاحظ معايا ما هي الأطوال؟ خطر الأطوال هي أكبر، ها باش تفهم شكون هو الكبير. هي هذه هيك تلاحظ. حنا دروك كان نقارنو، كي نجيو نقارنو نبداو نقارنو بالسنتيمترات، كي نشوفو شكون اللي عنده سنتيمتر بزاف عاد نمشيو للمليمترات. هيك تلاحظ، معنتها هذه كان اعتبرها قطعة وهذه نعتبرها قطعة. هنا نشوفو هذه شحال فيها من سنتيمتر؟ فيها 2 سنتيمتر، في حين هذه شحال فيها من سنتيمتر؟ فيها غير 1. معنتها شكون الأكبر؟ هي هذه. هيك تلاحظ معايا. كنمشيو للمثال تاع مثال آخر اللي هو 16.4، والعدد الثاني اللي هو 15.9. أيا لاحظ معايا هاديك شنو نقراها؟ 16 سنتيمتر و4 مليمترات، وهذه 15 سنتيمتر و9 مليمترات. حنا قلنا بلي نقارنو بعدها سنتيمترات الوحدات الكبار ومن بعد عاود نقارن الوحدات الصغار. أيا شوف معايا، هذه فيها 16 وهذه فيها 15، شكون الكبير؟ اللي فيها 16. هاي هادي نزيدو نواصلو. بالنسبة عاود نمشيو لهذا 5.345، ونمشي للآخر اللي هو 3.895. هي شوف معايا هنا هاد المثال، دونك هادي كيش نقراها؟ هادي نقراها 5 سنتيمتر و3 مليمترات. هاد الأجزاء مليمتر ما يهمنيش، حتى من بعد إذا كانوا كيف كيف نمشيو نقارنهم. لاحظ معايا شوف 5 سنتيمتر و3 مليمتر، وهادي 3 سنتيمتر و8 مليمتر. أنا هنا عندي 8 مليمتر حقيقة، بصح اللي الأولوية في المقارنة بالسنتيمترات. معنتها هنا عندي 5 سنتيمتر في حين هنا عندي 3 سنتيمتر. هنا كي يكونوا عندي سنتيمتر قد السنتيمتر، نمشي عادة نقارن الأجزاء إذا كانوا في هذه الحالة متشابهين، نمشي نقارن الأجزاء. هي شو معايا؟ عندي 5 سنتيمتر و3 مليمترات، وهنا عندي 3 سنتيمتر و8 مليمتر. معناتها هنا في هذه الحالة الكبير اللي هو اللي فيه 5 سنتيمتر، معناتها هاود. هيك تلاحظ. وكاين يحطو لنا كمثال 6.7، ويحطو لنا هنا كمثال 9.4. هنا هاود لاحظ معايا، هنا 6 سنتيمتر و7 مليمتر، هنا 9 سنتيمتر و4 مليمتر. احنا في المقارنة كنا نبديهم بالمقارنة بالسنتيمتر، معنتها هنا عندنا 9 هي الكبيرة، معنتها يكون رمز بهذا الشكل. لاحظتوا معايا كي جي سهلة. نمشيو دروك هذه الحالة وين يكون عندنا الجزء الصحيح ولا العدد الطبيعي مختلف. شوف هادو مختلفين، شوفوا دايما هذا اللي يكون قبل الفاصلة يكونوا مختلفين مع بعضهم. شوف ها شوف 16 15 5 3 6 9، هنا عندنا 2، هنا عندي 1. هنا وين يكون عندي
العددان الطبيعيان ماشي الاجزاء، لخاطر هادو فاصله اللي يكون وراء الفاصله هادو الاجزاء. راني نتكلم على التام، العدد التام اللي هو اللي يجي قبل الفاصله، العدد اللي يجي قبل الفاصله اللي هي 2 والواحد ولا هنا 16 وال15 الخمسة وثلاثة وستة وتسعة، هذا العدد التام اللي يجي قبل الفاصله. فيما يخص الاجزاء تجي من بعد الفاصله. حنا دروك كيش نقارنهم، نقارنهم على حسب جزئيهما الصحيح ولا حسب العددان الموجودان قبل الفاصل. صحيح لاحظتوا معايا؟ نزيدوا الوصل، نمشيو الحالة الثانية. الحالة الثانية وين يكون عندنا هاد الجزئان الصحيحان، يكونوا الجزئان الصحيحان يكونوا متساويين ولا هاد العددان التامان يكونوا متساويين. مثال نرفد 19.1 ونرفد 19.6. لاحظ معايا هنا 19.1 و 19.6، هنا ما هو الأكبر؟ هنا كي نجي نشوف 19 شوف كيف متشابهين، شوف 19 سنتيمتر 19 سنتيمتر، بصح هذا شحال زاد؟ هذا زاد غير 1 مليمتر، بصح هذا شحال زاد من مليمتر؟ زاد 6 تاع المليمتر، معناتها شكون هو الكبير؟ هو هذا. لاحظتوا معايا كي سهلة؟ شنو؟ هاو نزيدو نواصلو بالنسبة للمثال الآخر، نرفد 19.8 و 19.45. أي لاحظ معايا دروك هنا، هنا كيح الفخ، هنا الفخ كي نجي نقارن عدد عشرة، هاو هذا دروك هادي عندنا نفس الشيء، ها 19 19، ها لاحظ؟ دوك نمشيو نمشيو للجزء الأجزاء العشرية، معنتها نمشي للأجزاء. كي نمشي للأجزاء هنا هادي كيش نقراها؟ هادي نقراها 8 أجزاء من 10، بصح هادي نقراها 45 جزء من 100. منجمش نقارن هنا جزء من 10 مع جزء من 100، معنتها هنا خصني نرجعهم كيف كيف، يا إما جزء من 100 جزء من 100، يا إما جزء من 10 جزء من 10. معنتها هذا واش نعمل له؟ نضيف له الصفر. كي نضيف له صفر يولي 80. راك تلاحظ معايا هنا؟ شوف معايا، هادي 80 جزء من 100، هادي 45 جزء من 100، معنتها هنا دروك نجم نقارنهم لخاطر عندهم نفس النوع تاع الأجزاء، 80 جزء من 100، 45 جزء من 100. هاي تلاحظ هي شكون ما هو الأكبر؟ اللي زاد 80 أحسن من اللي زاد أكبر، خطر أحسن هي أكبر وأسوأ هي أصغر، وهذا اللي زاد 45 أقل، معناتها هنا تجيك بهذا الشكل. هي الحكاية يعطونا كيما هادي، شوف 2.3 ويحطونا 6 ولا 2.146. لاحظ معايا دونك هاديك شنو نقدر نقارن؟ صح عندي هادو متشابهين، معنتها نمرو الى الاجزاء، نمشيو الى الاجزاء. هيا هنا عندي 3 وهنا عندي 146، هنا نقدر نقارنهم مباشرة؟ ما نقدرش. واش نعمل؟ نمشي دروك هذا نرجعو كما هذا، معنتها واش خصني نضيف له صفرين؟ هاي باش كي نقرا هادي 146 كيما كي نجي نقرا هاد العدد كي نقرا 2.146 جزء من 1000، خطر هادي جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000. اي هنا نجي نقرا 2.146 جزء من 1000، هادي نقراها 2.300 جزء من 1000، جزء من 1000 جزء من 1000، معناتها نقدر نقارنهم. معناتها نجي نشوف هنا، هنا عندي 300 وهنا عندي 146، شكون الكبير؟ 300. هاي نحط بهذا الشكل. لاحظت معايا الفكره كي سهله؟ نزيدو نخدمو اخرى. كنبدو 19، نحط لكم بزاف امثله باش ترسخ لكم في الدين تاعكم. 235 وعندي 19.7، هاو انت شوف معايا هاد 19 19، معناتها ما نقدرش نقارنهم حسب العددان الطبيعي، معناتها نمشي للأجزاء. الأجزاء قلنا بلي ما نقدروش نقارنوهم وهما مختلفين من ناحية النوع. شو هذا؟ راني نقراه جزء من 10، بصح هذا كامل هذا جزء من
ألف لخاطر فيه ثلاث أرقام بعد الفاصل. شوف هذا كنجي نقرأ نقوله 19 و235 جزء من 1000، في حين هذا نقرأ 19 و7 أجزاء من 10. شوف اللي واحد راه جزء من 1000 واحد راه جزء من 10، ما نقدرش نقارنهم، ما نقدرش نقارن نوعان مختلفة، خصني نرجعهم من نفس النوع هذا باش نقدر نقارن. ما نقدرش نقارن كمثال قطار مع إنسان، ما نقدرش نقارن نوعان مختلف، خصني نرجعهم كيف كيف ومن بعد عادة باش نقدر نقارنهم. هي لاحظ معايا هنا دروك 135 جزء من 1000، هذه 7 جزء من 10، هذه باش نرجعها جزء من 1000 واش نعملها؟ نمشي نضيف لها صفرين، كي نضيف لها صفرين تولي عندها ثلاث ارقام بعد الفاصلة، هذه ثلاث ارقام بعد الفاصلة بعد الفاصلة، وهذه حتى هي ثلاث ارقام بعد الفاصلة. معناتها دروك نقدر نقارنهم. هيا شوف معايا هادي عن هنا كيش نقرأ 19 و700 جزء من 1000، وهادي نقرأها 19 و235 جزء من 1000. هي شكون اللي كبير؟ اللي أخذ 700 جزء من 1000، اللي عنده 700 جزء من 1000 هو الكبير. معناتها هنا نحط ترميز بهذا الشكل. لاحظتوا معايا المقارنة؟ مقارنة سهلة 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 لدرجة كبيرة، ما فيها حتى صعوبة ولو شيء بسيط ما كانش. نمشيو دروك للترتيب، لاحظ معايا نروحو للترتيب. الترتيب صحيح مقارنة صحيح خدمناها. الترتيب في الترتيب عاود عندنا نفس الشيء، مشكلة التصاعدي والتنازلي ما نفرقوش بين التصاعدي والتنازلي، ما نعرفوش قال من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير. لاحظ معايا وكيكون عندي نعطيكم المفتاح، نعطيكم كيكون عندي عمارة، عمارة هذه العمارة كتعرفوا بلي فيها طوابق، العمارة فيها طوابق. أيا شو معي الباب نحطوها هنا كمثال باش ندخلو. أيا لاحظ معايا هذا هو المدخل تاع العمارة. أيا شو معي أنا دروك نكون في الطابق السفلي اللي هو هاد الطابق السفلي صفر، طابق السفلي رقم صفر خطر ما فيش الأول، طابق السفلي. أي عاود طابق العلوي اللي هو واحد الأول، عاود طابق الثاني، عاود طابق الثالث، نفترضو بهذا الشكل. دروك هنا كي نتحرك بهذا الشكل نمشي منه، معنتها نصعد. شوف أني ماشي نطلع ندخل للباب ونطلع، هذا تصاعدي تصاعدي. واش معنتها تصاعدي؟ كيش نمر بالطوابق، شوف صفر واحد اثنين ثلاثة، شوف كيش راني نصعد من الصغير للكبير، معنتها تصاعدي نفهمها الأصغر إلى الأكبر. شوف معايا وقندر وقف العمارة نكون في الطابق ثلاثة ونجي هابط، نجي منازل نهود باش نخرج لبرا، راني في الطابق هنا، راني هنا واقف ثلاثة وخصني نخرج من العمار. واش يلزمني؟ نهود هاد الطوابق، ما نجيبش نهود مباشرة، هنا ثلاثة نهود للطابق اثنين، نهود للطابق واحد، أو نهود للطابق ثلاثة ونخرج. معناتها هنا كي تجي نحطهم جينا ثلاثة اثنان واحد صفر، هذا تنازلي. تلاحظ معايا الفكرة تاعها، هذا تنازلي، معناتها تنازلي، هذا تنازلي، تنازلي هو من الأكبر من الأكبر إلى الأصغر. هاك لاحظت معايا هذا تاع التصاعدي وهذا تاع التنازلي. شفتوا معايا الفكرة؟ هي دروك هاد الشيء اللي هدرناه اللي حكيناه نمشيو نطبقوا على أرض الواقع. يعطيونا أعداد كمثال، الأعداد هادو شوف معايا نحاول نرتبهم ترتيب تصاعدي. نبدأ بالترتيب التصاعدي، ترتيب تصاعدي للأعداد. أي لاحظ معايا الأعداد يعطون العدد الأول اللي هو 13،
العدد الثاني اللي هو 12.45، العدد الثالث اللي هو 12.305، العدد الرابع اللي هو 12.6، العدد الخامس اللي هو 12.07، العدد السادس اللي هو 11.8، والعدد الأخير اللي هو 11.65. أو هدول أعداد عدنا قدامنا. شو عدنا من العدد؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. عدنا 7 الأعداد يلزمنا نرتبهم تصاعدي، ترتيب تصاعدي للأعداد هادو. اخترت تنازلي غير نقلبوهم، ما بعوض ما نعمل من الصغير للكبير تصاعدي، معناتها نصعد في العمارة، نكون في من الواحد نكون من الصفر، يوم نجي طالع 1، 0، 1، 2، معناتها من الصغير للكبير. هاي متنازلي نكون الفوق ونجي هابط، معناتها نكون في العدد الكبير ونجي هاود، معناتها نقلبهم. نمشيو للترتيب التصاعدي نشوفوا دروك باش نرتبوهم. لاحظ معايا، اول شيء طريقة الترتيب فيها مراحل، وريكم حتى طريقة باش كان ما تغلطوا. شوف معايا، نمشيو نشوفوا هنا ما هو العدد اللي فيه شحال عندي من عدد ارقام بعد الفاصل. نشوفوا اكبر عدد من الارقام بعد الفاصل. لاحظ معايا، نشوفوا اكبر عدد ارقام بعد الفاصل شحال عندي هنا، 1، 2، 3. الاخرين كاين اللي فيهم غير واحد، وكاين اللي فيهم اثنين، وكاين اللي ما فيهمش، كاين اللي ما فيهش كيما هذا، ما فيهش ارقام بعد الفاصل، عدد طبيعي. بصح اي عدد طبيعي نكتبوه فاصله صفر، معناتها 12 هي 12.0، 13 هي 13.0، 16 هي 16.0. نختار صفر لا قيمة له، هي باش نرجعوها عدد عشري. أي لاحظ معايا واش نعمل هنا؟ أنا دروك هنا نمشي، لاحظ معايا هنا، دروك واش نعمل؟ نرجعهم كلهم بنفس عدد الأرقام بعد الفاصل. أي نمشي دروك بإضافة الأصفار، هذه 13 نرجعها فاصلة 3 أصفار، هذه نضيف لها عندي فاصل 45 تولي لنا هنا فاصل 450، هنا 305 مسجدة، هنا نضيف صفرين، هنا نضيف 0.1، هنا نضيف صفرين، وهنا نضيف 0.1، بحيث يولي لنا كلهم بثلاث أرقام بعد الفاصل. كل هاد الأعداد هي بثلاث أرقام بعد الفاصل، باش يرجعونا من نفس النوع. كي يرجعوا بنفس النوع معناتها نقدر نقارن الأجزاء تاعهم. ترتيب تصاعدي، قلنا بلي الترتيب التصاعدي هو من الأصغر إلى الأكبر، من الصغير للكبير، من الأصغر إلى الأكبر. معناتها هنا بدأ بأصغر عدد تصاعدي، هنا ترتيب تصاعدي، هذا تصاعدي، هنا عندي من الأصغر، من العدد الصغير، من الأصغر إلى الأكبر. معناتها هنا تصاعد، وكأنما نصعدو. باش نصعدو الطابق كما اللي تفهمنا، الطابق السفلي، الطابق الأول، الطابق الثاني، الثالث، الرابع، ونتحركو. يلا لاحظ معايا، نمشيو دروك نشوفو أصغر عدد هنا. أصغر عدد هو أصغر جزء صحيح، ولا أصغر عدد الجزء التام. بالنسبة لهنا عندي نهتم إلا في البداية، بداية الأمر كي نجي نرتب نهتم إلا بالجزء الصحيح اللي هو هادو. هنا عندي هاد الأعداد، لاحظ معايا، هي دروك عندي هنا ثلاث أنواع الأعداد. عندنا 11، وعندنا 12، وعندنا 13. أصغر عدد هو 11، معنتها في البداية نكتب 11. 11 عندي ما عنديش غير واحد، عندي نوعان، هاود زوج منهم، ما عنديش غير عدد واحد في 11، عندي هذا عندي الثاني. اي بصح لاحظ معايا هنا عندي شيء يساعدني كما اللي قمت به في الاول، هنا عندنا فاصل
650 وهنا عندنا فاصل 800. ما هو العدد الأصغر؟ 650 صغيرة من 800. 11 11 نفس النوع نفس العدد. يضرب نشوف الأجزاء تاعهم، الأجزاء الجزء بالنسبة 11.800 أكبر من الجزء انت العدد 11.650. اختار هذه فيها 800 والأخرى فيها 650، معناتها الأولى اللي نبدأ بها هي فاصل 650. من بعد نروحو تلاحظ معايا الترتيب كيجي يكون ها هو هذا. يشوف دائما العدد الكبير، دائما الصغير يجي في البداية، دائما هذا كيكون يبدي بالوراء. شو هنا دائما هذا الرمز يشوف للعدد الكبير ويتمشى. هي هنا جينا 11.800. تلاحظوا هي دروك هذا نشطبه باش ما نستعملوش من بعد. ها كملنا معهم، عاود نمشيو للعدد الثاني اللي هو 12. عاود نمشيو ل 12. 12 عندنا ربعة منهم، ربعة تاع اللي فيهم 12. بصح حنا دروك كيصبنا فيهم 12 12 12، معناتها هنا نمشي نقارن الأجزاء. عندي هنا 600، عندي هنا 70، عندي هنا 305، وعندي هنا 450. بطبيعة الحال شكون هو الأصغر فيهم؟ هو اللي يأخذ 70، معنتها هنا أصغر من 12.70. عاود نروح للي وراه، نمشي نعاود بهذا صايك منا معاه صاي. أي ضرب قلنا 600 450 305. ما هي العدد الصغير؟ هو 305، معنتها هنا 12.305. عاود نزيد ونواصل، عاود عندي هنا مع كفانيش المكان حطيتها هنا كنتابعها. عاود هذه 305 ندور عليها ونشطبها باش ما ناخذهاش من بعد. عندي عاود 450 و600، معنى للأصغر هو 450، معناتها هنا جينا 12.450. هذه أصغر من بقات لي الأخيرة نوضحها، هذيك سهلة كلاش بقات هذيك بقات 12.600 أصغر من هي دروك هذه حتى هي نشطبها صايب. بقات لي غير وحده، بقات لي اللي هي 13.3 أصفار ولا 13. نمشي نكتبها مباشرة خاطر ما عنديش اللي نقارنها معاه، معناتها آخر عدد اللي هو 13.3 أصفار ولا 13. نمشي نحسب شحال عندي من واحد باش ما نغلطش. 1 2 3 4 5 6 7 كما اللي كان عندي يعطوهم هنا، معناتها ما نسيت حتى واحد. نمشي دروك للترتيب التنازلي، ترتيب تنازلي تنازلي. ترتيب التنازلي واش قلنا؟ من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. هنا تنازلي، هنا تنازلي. في الترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأصغر، معناتها هذا الشيء اللي قمنا به هنا نقلبوه، معناتها نبدو بالكبير ونكملو بالصغير. معناتها هنا جينا 13، شوف الرمز كيش نحطوه، أكبر من 12.600 اللي هي فاصل 6، أكبر من 12.450 ولا 45، أكبر من هذه نقدر نحط لها 600 باش هيدا متلفلكمش. عاود عندنا 12.305، عاود أكبر من هنا مكفانيش المكان نفس الشيء نحطهم لكم في الأسفل، 12.070 أكبر من 11.800 أكبر من 11.650. لاحظتوا معايا هنا تقدروا في الأخير كامل كمرحلة أخيرة تكتبوهم بدون أصفار اللي ضفناهم تحذفوه، هذه كمرحلة أخيرة تحطهم. مهم هذا هو الترتيب التصاعدي والتنازلي، ما في حتى حاجة صعيبة، حاولوا تدربوا عليهم بشوية بشوية وتخرجوا. نروحوا للتحدي، نعطيكم تمرين تحدي. نمشوا لهنا التحدي. التحدي عندنا سؤالين، أولا
ضع الرمز أكبر أصغر تساوي في المكان الفارغ بما يناسب بما يناسب على حسب الشيء اللي يناسب. هيا عندنا الأول عندكم 15.6 فراغ، عاود عندكم 13.84، عندكم هنا عاود 5.05، عاود عندكم هنا 28.9، 28.684. هذا فيما يخص المقارنة. ثانيا رتب تصاعديا الأعداد التالية، عندنا عدد سهلين 4.5.7، عندنا عود 4.35، عندنا 4.8، عندنا 4.4، وعندنا 5.1، وعندنا 5.09. هذا هو الأعداد اللي ترتبوهم، شيء سهل ماشي حاجة صعبة. إن شاء الله ربي يوفقكم، حاولوا تخدموا بشوية عليكم وعودوا لي إذا كان خطأ ولا حاجة ما فهمتوهاش، ولا بعتوها لي في أسئلة في المجموعة ولا في القناة ولا تبراتكم، وانا ان شاء الله نجاوب عليها ونحاول نسهلكم قدر الامكان. مهم ثم حاولوا تدربوا، ما تحاولوش تحفظوا القواعد، حاولوا تدربوا على اعداد معينه، حاولوا ترتبوا بوحدكم وشاوروا الاولياء تاعكم، بعثوا لي ليا وحاولوا تخدموا. شحال ما تخدموا من امثله كثيره شحال ما يكون عندكم الفهم مرسخ، معناتها حاولوا تجربوا على خاطر وكان غير تشوف الحل تاعي يجيك مقبول وسهل، بصح كي تروح تخدم وحدك تلقى الصعوبات. مدى بيك الصعوبات تلقاهم وحدك احسن من اللي تلقاهم مع الاستاذ تاعك ولا في فرد ولا في اختبار. مدى بيك في المنزل الصعوبات كلها اللي تكون عندك تواجهها في المنزل بوحدك، تواجهها نعاونوك فيها ويعاونوك الاولياء تاعك. بالنسبه لكي تروح للفرد صاي كل الصعوبات اللي تقدر تواجهها راك خدمتها من قبل، معناتها ان شاء الله تكون العلامه تاعك امتياز. ان شاء الله ربي ينجحكم ويفرحكم ان شاء الله. شكرا.